ايوه دي حقيقه، نار الاضطهاد مشتعله، بس على فكره ده مش جديد. من مصر لليبيا، من العراق لسوريا، امتداد لعصور اضطهاد الكنيسه، نيرون، دقلديانوس، داعش، اسماء بتتغير، لكن الحرب واحده والعدو معروف. وكمان سر النصره معروف، الايمان والرجاء عبر الاجيال. انتظرونا في حلقه جديده من برنامج من القلب للقلب مع ايفيت البياضي، لتشاهدوا شهادات ابطال الايمان التي تطفئ نار الاضطهاد. وهو فتح الانجيل وبيقول يا رب مصر في ايدك، ده متنصر على نفس الانجيل، على الايه اللي في اشعياء، سفر اشعياء، ضاربا مصر ضاربا في شافيا. هو فعلا يجرح ويعصب يعني. لمسنا ازاي ربنا بيلمس قلوب الناس. هو فجر نفسه وراح على طول شاف مصيره ايه. فانا بقول يا رب اسمح له يجي ويقول للباقي ايه مصيره. ربنا بيغفر، انا مش هغفر؟ طبعا ربنا يغفر لهم ويسامحهم. لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد، بل بالاحرى خافوا من الذي يهلك الروح. ربنا ليه خطه وليه هدف، هو اله صالح واله عظيم. انا قبل ما يحصل كده كنت بقرا الانجيل، فبعد ما حصل بقيت اقرا كل يوم واعمل على ايات. يذاع البرنامج على الهواء مباشره الثلاثاء 12:30 ظهرا، والاعاده الاحد 8:30 مساء بتوقيت كاليفورنيا، الثلاثاء 9:30 مساء، والإعادة الأربعاء 3:30 بعد الظهر، الأحد 3 صباحا بتوقيت القاهرة، الأربعاء 7:30 صباحا، والإعادة الأربعاء 10 مساء بتوقيت أستراليا.